اتكلمنا على أضرار الضرب، الضرر العاطفي والضرر النفسي والضرر الجسدي، ونتكلم المرة دي على الضرر الاجتماعي. ضرب الطفل بيسبب في ضرر اجتماعي. ازاي ده بيحصل؟ بيحاول الطفل قدر المستطاع ان ينعزل عن المجتمع ويبتعد عن مواجهة الناس، لانه كما ذكرنا في ان الطفل لا يعرف متى سيقوم والديه بذلك التصرف السريع ويبدأون بضربه. الضرر في ذلك هو إذا شاهد هذا الطفل طفل آخر مع أهله بيلعب ويضحك ولا يتعرض للضرب كما الحال معه، فتتولد عنده مشاعر غريبة مثل الحقد على ذلك الطفل ورغبته في الانتقام منه بسبب غيرته منه. قد يتعرض الطفل ووالديه إلى مشاكل مع أهل الطفل الآخر بسبب رغبته في التعبير عن غضبه لما يفقده من مشاعر يحملها الطفل الذي يرى. نمرة 5، الضرر الفكري. قد نقول إنه طفل صغير لا يدرك، يعني طفل صغير مش واخد باله ومش هيفهم، وانه سوف ينسى ما حصل له من ضرب والديه، الى اننا نجهل ان ذلك يسبب الكسل عند الطفل وقلة حركته خوفا من عمل شيء خاطئ بيسبب له الضرب دون ادراكه ما فعل. بيبقى خايف من كل حاجة، يجي يتصرف اي تصرف يتضرب عليه، فهو يفضل الركود وعدم عمل اي شيء، وبالتالي عدم تحمل مسؤولية اي شيء حتى لو كان مجرد تدريب ترتيب مكان ألعابه، فهو يشعر بالخوف من أن يضع اللعبة في مكانها الخاطئ فيتعرض للضرب. لذلك فهو يفضل عدم تحمل مسؤولية ترتيب الألعاب على أن يقوم بها ويخطئ ويضرب. ومن المهم جدا على الأهل أن يستوعبوا فكرة أن الطفل لابد أن يقوم بسلوك خاطئ، ممكن يخطئ إن مانع يعني، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتعلم بها، إذا غلط نقدر نصلح له غلطه. لو رفض الطفل أن يتعلم فعلينا أن نكون صبورين ولا نجعله يستفزنا ويغضبنا، فنقوم بتصرف سلبي كأن نصرخ عليه أو نضربه، نزعق له أو نضربه، أبوظ أعصاب الطفل. لا مانع من استخدام أساليب عقاب مع الأطفال، ولكن يجب أن يكون عقابنا هذا على قدر الخطأ وليس على قدر غضبنا من الطفل. لذلك لازم للطفل عندما يكسر قطعة ثمينة جدا وهو يلعب بالكرة داخل البيت فنحن من سمحنا له باللعب، كما ولا بد من الابتعاد كل البعد عن منطقة الرأس والوجه وكمان الإيدين حتى في وقت اللعب مع الطفل، لأننا لا نعلم اتجاه الطفل وسرعته في الحركة قد تتسبب له ضرر يلازم حياته كلها دون أن ندرك ذلك. مع السلامة.